سائل يقول: معلوم أن البدعة أعظم إثما من المعاصي، فكيف الجمع بين هذا وبين الحديث أي الذنب أعظم؟ وذكر بعد الشرك الزنا. نعم، الزنا والعياذ بالله في مفاسد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش، لا تقربوه. ما قال لا تزنوا فقط، قال لا تقربوه. اترك الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، من النظر إلى النساء، من تبرج النساء، من مخالطة النساء، كل الوسائل التي تفضي إلى الزنا اجتنبها وابتعد عنها، فهو ذنب عظيم من أكبر الكبائر كما في هذا الحديث، لأنه يخلط الأنساب، لأنه يضيع المجتمع، لأنه يجلب الأمراض الفتاكة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم.